السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب الصف الثالث الثانوي. على بركة الله يا شباب طلع يلا كتاب الشرح صفحة 171. ما تنساش ان كتاب المراجعة احنا شغالين فيه ان شاء الله الاسبوع اللي احنا فيه ده الاسبوع الثاني في كتاب المراجعة. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. ويلا طلع كتاب الشرح للترم الثاني صفحة 171. يلا انزل تحت كده يونت 11 بارت 1. يلا الجملة رقم واحد هتبقى findings معناها نتائج، معناها نتائج، نتائج البحث سوف تنشر العام القادم. ما تنساش ان فعل find بمعنى يجد ممكن يشتغل بمعنى اكتشاف. اكتب يا حبايب قلبي. اتنين هتبقى c foundation مؤسسة، تعرفها is an organization هي مؤسسة. اما تلاتة الجملة هتبقى b the state الدولة، الدولة on it bank provides الدولة ممتلكة، ممتلكة بنك، البنك ده بيدي تمويل لشراء المنازل. عند كلمة فاينانس تمويل وتشتغل فيرب يمول، يبقى بتوفر تمويل. أما الكلمة الأولى فريدم حرية. أربعة الأولى بنفيتس فوائد، إحدى هذه الفوائد الكثيرة. ما ننساش إن وان أوف يأتي بعدها صيغ التفضيل، لو هسألك في نوع الصفة بتاعتها يبقى تفضيل. ويأتي بعدها اسم جمع ثم فعل مفرد. يبقى يا شباب رقم أربعة تاخد ايه؟ هنا بالصفحة وناخد رقم خمسة. رقم خمسة هتبقى سي ميرت، بيقولك اي فيل انا بفشل ان انا ارى ذا ميرت، ميزة تنظيم العمل ان ذات واي بهذه الطريقة، ميرت ميزة. طيب انزل بعد كده الجملة رقم ستة هناخد دي ميرتس عيوب، احنا محتاجين ان نفكر في الميرتس في المزايا والعيوب. يبقى الأولى يبقى ستة تاخد سي ميرت، خمسة هتاخد سي ميرت، وستة الأولى دي ميرت. الجملة رقم سبعة كونز، بروس اند كونز. يبقى عندي الجملة سبعة هتبقى بي، وي ار جاست ويينج اب ذا بروس، لابد أن نضع في الاعتبار ونقارن المزايا والعيوب. تمام يا شباب؟ طيب بعد كده عندي سبعة هتبقى بي، ثمانية هتبقى بي برضو، وان اوف ذا كونز إحدى سلبيات شراء العربية الكبيرة إنها بتكلف فلوس كتيرة. تمام يا جماعة؟ طيب ننزل بعد كده 8 انا هقول بي. طيب 9 9 الجمله هتبقى سي ادفانتج، ذا ادفانتج ميزه انك تحجز التذكره ان ادفانس مقدما، انك ممكن تلاقي مقاعد افضل. عجباني قوي كلمه ان ادفانس، خدناها قبل كده. قلنا ديسايد ان ادفانس يكرر مقدما اكتب، وخدنا ديسايد اون بمعنى يختار او يحدد وياتي بعدها اس او اي ان جي، وخدنا decide that يأتي بعدها جملة، وفي decide to طبعا وراها مصدر اللي هي يكرر. اكتب يا جماعة كل اللي بقوله. الجملة رقم 10 طبعا الجملة رقم 9 هتبقى C، يبقى 8 B 9 هتبقى C the advantage، رقم 10 هتبقى الأولى عيوب. تمام يا جماعة؟ ignores ما ينفعش ان احنا ignores نتجاهل العيوب. تمام كده يا شباب؟ يبقى عندي ignores يتجاهل اللي قبل النقط، و10 تاخد A، 11 تاخد C مالتي لينجوال متعدد اللغات، الاشخاص المتعددين اللغات بيستخدموا اكتر من لغه في التواصل مور ذان. الجمله 12 مالتي ميديا الاولى، شوف الكتاب بسم الله ما شاء الله، قال لك مالتي لينجوال طبعا دي كلمات اليونت، اما في مالتي ناشونال متعدد الجنسيات، مالتي كالتشر متعدد الثقافات، شوف بقى الكتاب بيقدم لك ايه؟ مالتي ميديا اللي هي الوسائط المتعدده. ايه الوسائط المتعدده؟ استخدام التكنولوجيا في الصوت والنص. معايا ولا لا؟ تمام؟ زي اذاعه البرامج كده. طيب 4 دايز بيقول لك 4 3 دايز توب ارتستس الفنانين الكبار جدا من اي من عالم الموسيقى، من عالم الموسيقى مختلف، من اكتر من عالم موسيقى، موسيقى كلاسيك، موسيقى بوب، موسيقى مودرن، مع مين تاني؟ مع دارسي المالتي ميديا، كلهم بيبينوا ذا ارت الفن بتاعهم او عرضهم. يبقى مالتي ميديا الوسائط المتعددة وهي استخدام التكنولوجيا في الصوت والنص. يبقى جابوا فنانين من أوساط مختلفة بنسميها مالتي ميديا. تمام؟ من أوساط مختلفة. تمام؟ باستخدام التكنولوجيا للصوت والنص.
الجملة 13 هتبقى multicultural education، تعليم متعدد الثقافات، multicultural متعدد الثقافات اللي هي بي. 14 ناخد بي dialect اللي هو مين بقى؟ اللهجة. تمام كده يا جماعة؟ رقم 14 تاخد بي dialect اللي هي اللهجة، بيقول لك هي الفورم احد اشكال اللغة اللي الناس بتتحدث بيها، بتتحدث بيها، يبقى دي اللهجة، يبقى بي. طب 15 هي سي accent، الاكسنت بقى اللكنة اللي هي النطق بشكل عام، النطق pronouns. رقم 15 عرفناها منين؟ من كلمة pronouns السطر الثاني، ينطق كلمات، يبقى دي اللكنة، اللهجة، النطق اللي هي مين؟ سي 15 سي. اما 14 تاخد بي هو احد انواع، اسمع كده وركز لي بقى، هو احد اشكال اللغة اللي الناس بيتحدثوا بيها في مكان معين، خلاص، وبتحتوي على بعض الكلمات المختلفة والجرامر. ده تعريف مين؟ الدايلكت. خلاص كده يا جماعة ما ننساش الفرق بينهم، 14 بي اللهجة، 15 سي اللجنة اللي هو النطق العام بالعموم يعني. خلاص كده يا جماعة، تو برونونس ويرز. طيب 16 هناخد مين 16؟ طيب بالنسبة، طيب احنا خدنا ايه؟ 14 خدنا بي و15 خدنا سي. طب 15 دي اول كلمة فيها مين؟ سلانج اللي هي العامية. مين بقى تعريف العامية؟ اللي هي الجملة 16. يبقى الجملة 16 اكتب بيه ده كده سلانج، العامية هي very informal language، لغة غير رسمية، يبقى دي العامية. خلاص كده عرفنا الفرق بينهم، تمام؟ يبقى اسمعهم تاني وراجعهم تاني. 17 طبعا فورم منتدى، سبونسر بيقولك الجامعة بتمول منتدى عن ايه؟ عن عمل ايجابي او موضوع محدد، بي منتدى. 18 تاخد بي respect، بنستمتع بالاحترام، don't enjoy the respect، respect احترام. طب عكس respect disrespect، عدم الاحترام، خد بالك. 18 بي 19 بي بيتحدث لغتين، الماندرين والانجلش، دي اسماء لغتين. 20 طبعا هنا هتاخد ايه؟ 20 هتاخد dominant اللي هي رقم كام؟ رقم ايه؟ بيقول لك القضايا المهيمنه، القضايا الرئيسيه. 20 هتاخد ايه؟ تمام؟ واحد هتاخد سي ديمونيت يسيطر او يهيمن، هما بيشتغلوا كجروب مجموعه، محدش مسموح له انه يسيطر او يهيمن على العمل. نقلب الصفحه، 22 هتاخد طبعا اللي هي بي، وهي موجوده في الجمله على فكره. تمام كده يا جماعه؟ هيمنه التنس is طبعا ايه؟ undisputed بلا منازع، اخر كلمه حلوه قوي. 23 تاخد بي the man's identity، بيقول لك التحفظ على هويه هذا الرجل بتساعد الشرطه في حل هذه القضيه، يعني الشرطه مش بتقول مين بيساعدهم علشان يجيب لهم معلومات. 3 بي 4 سي mother tongue اللي هي طبعا اللغه الاصل، اللغه الام. شوف 5 بقى mother's day، ها عيد الام. شوف بقى مش عايزين نحفظ اي mother tongue يبقى هي الحل في الجمله، طب اهو mother's day عيد الام. طب شوف اللي بعديها 26 mother country الوطن الام، بيقول لك على الرغم ان هي ما عاشتش في اسبانيا تمام لمده 50 سنه، ولكن دايما تقول على اسبانيا هي وطنها الام. شوف خد بالك mother country. يبقى 24 سي 5 الاولى، 6 بي 7 بي كاستمز، طبعا هنا يقصد بها الجمارك، كلمه كاستمز لو دائما جمع يبقى جمارك، اما اكاستم عاده مجتمع. طب من غير الاول قول كاستمز عادي، عادات المجتمع تتجمع، اما لو دايما باس الكلمه جمارك ملهاش مفر. خلاص يا جماعه. طب هابت عاده فرد، هابت ممكن تبقى هابتس، خلاص تتجمع. والاخيره سكان، والاولى قلنا دي تقاليد، تقاليد حاجات بتعملها ليس لها اساس من الصحه، زي مثلا ابريز لاير كده على سبيل المثال. طيب انزل تحت خالص واكتب معايا، في زمن اسمه المستقبل التام المستمر، ويل هاف بين، ويل هاف بين زائد الفيرب زائد اي ان جي، مستقبل تام مستمر. مستقبل التام معروف، ويل هاف بي بي، طب مستقبل تام مستمر ويل هاف بين ايه؟ زائد الفيرب اي ان جي. هات مثال، I will have been studying، أنا بذاكر، for 3 hours، I will have been studying، for 3 hours، هكون بذاكر ليا 3 ساعات، by 5 o'clock، بحلول الساعة الخامسة. تمام يا جماعة؟ أدي باي عادي بتاعت المستقبل التام، بس لو ظهرت مدة يبقى مستقبل تام مستمر، بكل بساطة، المدة تظهر طبعًا بفور أو بسنس أو بأول. طيب الجملة رقم واحد الأخيرة طبعا حفلة تنكرية، وجاي آخر كلمة disguise يتنكر، خد بالك يا جماعة.
اتنين تاخدي الاولى يونت كل معرفه باس اون وباس اون فروم، كل دي في التعبيرات وحروف الجر. ثلاثه هتبقى سي. اربعه لاست سوف يستمر اللي هي بي. اما الاولى ليست خشيه ان خوفا ان التي ياتي بعدها فاعل شد ومصدر. ها تمام يا جماعه؟ بتسوي رابط اسمه فور فير ذات. فور فير ذات دي اللي جت في امتحان الترم يا جماعه. فير اف اي اي ار بيجي بعدهم فاعل شد ومصدر. خمسه الاولى تمام. سته عرض عسكري بتاع 6 اكتوبر 6 بي بيقول لك ماركس. تمام يا جماعه؟ ماركس يميز الكلمه اللي بعد النقط في 6 ماركس ده فعل معناه يميز. رقم سبعه الاولى تمام. طيب 8 هتبقى ماس اللي هو القناع. 9 هتبقى بي بنعمل معا. 10 هتبقى سي في تجهيز اثناء العمل. ايه؟ بيقول لك سبيند ا لوت اوف تايم. ما دام سبيند فتره يبقى اي ان جي اكتبها. سبيند فتره. ها؟ اي ان جي. طب تيك فتره. تيك فتره. طول مصدر. نقلب الصفحه. الجمله 100 صفحه 174 الجمله 11. هتبقى سي تمام يا جماعه؟ سي اللي هي نصوص. 12 هتبقى بي سبنز بيقضي وقت. 13 هتبقى سي عشبي جامينج جراس حشائش وعشب. 14 هيلد طبعا العيد يعقد او الاعياد القوميه تعقد. تمام يا جماعه؟ هيلد يعقد. عندي 15 الاولى مبادره كلمه حلوه جدا. انيشيتيف مبادره كلمه مهمه جدا. طيب 16 هناخد الاخيره برينج ا ديفرنس يجلب الاختلاف. استخدام الايديو والفيجوال ايدز يجلب اختلاف يحدث اختلاف برينج. تمام لو ما فيش برينج ادور على ميك. ميك ا ديفرنس يحدث اختلاف. 17 الاولى يونيك فريد وقلنا بتاخد حرف الجر تو وقلنا ما تجيش ولا في المقارنه ولا في التفضيل. 18 سي 19 بي كل دي يا جماعه الكلمات عشان تبقى عارف برضه مختلف. 19 بي مختلف لكنات مختلفة. 20 الأولى ستورز تمام. زير آر بيقول لك زير آر فود هناك طعام بيقول لك ستورز إن كايرو تمام. طبعا فود ستورز اللي هي محلات يقصد بيها. تمام كده يا جماعة؟ بعد كده واحد تاخد بي تنوع. اتنين تاخد سي تورينج. تورينج الرو يتجول فيه. سبند طبعا هنا تورينج يتجول فيه. خلاص اكتب كده تعبير طبعا اسمه تور ذا ويرلد. تو ذا ويرلد طبعا هنا يتجول حول العالم. 23 سي 4 الاخيره صفه. طب ليه 24 اخيره؟ عشان بينج عايزه صفه فيرب تو بي صفه. 25 اخيره 6 الاخيره. بيقول لك مصر كانت قادره على ان تختلط بالثقافات الاخرى وتمزجها معا كلهم ينفعوا في المعنى زي بعض زي ميكس كده. سبعة الأخيرة. تمانية الأخيرة. تو جاية بمعنى أيضا والكلام طبعا هنا مثبت. تسعة ذا ديش الطبق واز سو كان ديليشس وتيستي الاثنين صح. أما تيستفول تيستي طعمه حلو. أما تيستفول إنسان ذوقه حلو خد بالك. ها يبقى عندي هنا تيستي A و B. أما تيستفول ذوقه حلو خد بالك. ها تمام يا جماعة؟ رقم 30 هتبقى سي مختلف ديستنكت. 31 سي ريسبي وصفة الطعام. 32 بي ديزرتس الزلابية بقى والحاجات الحلوة. 3 الأولى جزر يتجمع. 4 سو ماتش. سو ماتش صفة طبعا. عشان قلنا إن ماتش فاكرين ماتش وميني وفيو وليتل. وإنفورميشن اسم لا يعد مش هينفع ميني. 35 سي كوميت يحيي ذكرى. يحيي ذكرى. 36 الأولى. بريز تيكينج مثير وفاة وجميل. 7 هناخد البي. 8 هناخد بي لغتين. 9 هناخد الأخيرة. 40 الأخيرة. 1 هتبقى الأولى مهيمن مسيطر. مدرسة عندها لغتي بها مسيطرة. 42 بي ماذر تانج تمام. 3 هتبقى بي ريز يربيهم لكي يتحدثوا. ريز يربي محتاجة مفعول وتيجي مجهول. أما الثالثة والرابعة لا يأتوا في المجهول. أربعة الأولى والكلام ده قلناه في الشرح يا جماعة عشان الناس تبقى عارفة. أربعة الأولى. خمسة بي. ستة الأولى. سبعة الأخيرة. تمانية بي. تسعة الأولى. أما 50 طبعا ريز اللي هي بي.
طب هقول لك معلومة حلوة، هي ايه اساليب التمني؟ من اشهر اساليب التمني تعبير اسمه اي ويش واف اونلي، خدناهم في يونت 1 مع الماضي البسيط. اكتب اي ويش واف اونلي، اي ويش واف اونلي من اساليب التمني. ياتي بعدهم فاعل ماضي بسيط، ده لو كنا بنتمنى شيء فين؟ في المضارع. يعني بتمنى شيء في المضارع اجيب فاعل ماضي بسيط، اي ويش اي وير يو، اتمنى كنت ابقى انا انت. I wish I traveled to Giza، يا ريتني سافرت الجيزة. بتمنى شيء مضارع بالماضي البسيط. اكتب تاني I wish you if only للتمني في الماضي بالماضي التام. I wish I had traveled yesterday، I wish I had traveled yesterday، كان نفسي اسافر امبارح. طب لو بتمنى شيء في المستقبل هقول I wish او if only زائد فاعل could او would زائد مصدر. I wish او if only زائد فاعل زائد could او would زائد مصدر، تمني في المستقبل. I wish I could be a doctor، I wish I could be a doctor، اتمنى كنت ابقى دكتور. معايا ولا لا؟ in the future في المستقبل، نفسي ابقى دكتور في المستقبل. معايا ولا لا؟ التمني في المستقبل بكود would. طب ايه الفرق بين could would؟ I we could باقي الضمائر would. خد بالك، والشاطر اللي بيكتب الحاجات دي يا جماعه خد بالك، تمام؟ طيب بيقول لك بعد كده صفحه 176 من فوق الجمله 51 ب 52 الاولى، كل دي كلمات اليونت وكلام مباشر جدا يا جماعه. بعد كده بيقول لك 53 زبرت جزء النبات الذي ينمو اسفل الارض، الجذور اللي هي سي، اما الثانيه طبعا ليفز الورق، والاولى برانشز الافرع، وبرانشز تنفع فرع شجر او تنفع فرع بنك او شركه. اربعه تعريف الاولى بي اللي هي برايد، خلاص يا جماعه. اما الكلمه الاولى في 54 دي عروسه برايد، تمام؟ برايد وبرايد جروب اللي هما جم يا جماعه في القصه، العروسه والعريس والكلام ده. اربعه بي عرض، خمسه الاولى، تمام؟ حال، والتصنيف الثالث طبعا اللي هي سبوكن. سته هتبقى بي، تمام؟ هتبقى دي صفة مركبة. بعد كده 17 57 الأخيرة، 8 الأخيرة، 9 الأولى يقنع. طيب 60 هتبقى بي، 1 هتبقى بي، كلها يا جماعة كلمات وتعبيرات ثابتة عشان الناس تبقى عارفة. 61 بي، 2 هتبقى بي، سكان مصر بيزدادوا. 3 هتبقى سي، ايزوليت طبعا. It is a must، حلوة يا جماعة a must دي، حلوة يا جماعة a must دي، ضرورة حتمية، ويأتي بعدها تقول مصدر. لو قال ماست بس يبقى مصدر، لو قال آ ماست بتساوي تقول، أو بيجي بعدها تقول مصدر بتساوي necessity، necessity not necessary، خد بالك من الصوت وأنا بتكلم، تمام؟ 63 هتبقى سي، 64 الأولى stick to ملتزم بي، مرتبط بي، متمسك بي، 65 سي، 6 سي برضو، تمام؟ البي اتش سي طبعا اللي هي رساله مين؟ الدكتوراه، خلاص يا جماعه؟ اللي هو رساله الدكتوراه، تعبير مهم جدا ده، خد بالك. اكتب تاني على جنب اول ان اول اجمالا، تمام؟ 67 هتاخد سي. طيب 8 الاولى رسمي، اوفيشال رسمي وحكومي تماما، اللغه الاوفيشال الرسمية ليهم، مش الفورمال بقى اللي بيتحدثوا بيها، تمام؟ لا، الاوفيشال الرسمية لهذه الدولة القانونية يعني يقصد بيها. 69 ايشيو، تمام؟ ام اللي هي بي، 70 هتبقى سي، اندينجرد، تمام يا جماعة؟ بيقول لك Arabic is an endangered language، لغة مهددة بالانقراض، خلاص. طبعا، لأن الكل بيتكلم باللغة الإنجليزية، مهددة. اكتب من فوق فول ان لاف ويز فول، اف اي دبل ال، ان لاف ويز يقع في حب، تمام؟ ماشي. 71 الاولى اتس كومن، انه شائع ان تتعلم. اي اتس صفه وراها طول مصدر، اي اتس صفه طول مصدر. 72 طبعا هتبقى بي، 3 الاولى، 4 هتبقى بي حال بيدخل على الصفه، داخل على امبورتنت انها مهم بشكل واضح، 5 الاولى،
6 هتبقى بي. Imagine بيجي وراها اي ان جي، انا مش قادر اتخيل. تمام؟ Teaching تمام؟ تعليم my mother a tongue لغتي الام الاصل to my children. تمام؟ 7 هتبقى الاولى functions وظائف. 8 هتبقى سي provide a window، ان تكون شخص لديك لغه provide a window to another culture، فانت بتفتح طريق تجاه مين؟ تجاه ثقافات اخرى. تمام؟ او بيبقى لديك نافذه على لغات اخرى. ده تعبير وخد بالك منه موجود عندك في التعبيرات، تعبير مهم ده خلي بالك. خلاص يا جماعه عشان تبقى عارف. ده تعبير يا جماعه. بعد كده الجمله 79 ان تمام؟ بيقول لك سبيك يتحدث ان، طبعا ان بتبقى جايه مع اللغه. 80 اندر ذا ايج تحت السن. 81 ميكس. 2 سي سيلبريشن احتفال. بعد كده 83 اراوند حوالي. لما قلنا في الحصه حتى بتساوي ايه؟ رافلي وبتساوي ابروكسيميتلي ونيرلي واباوت. 4 الاولى تقاليد ثقافيه. 5 بي بيرفورمانس اداء. 6 الاولى اكسبشن معرض. 7 هتبقى سي فيجيتابل ستول، يعني ستول محل او كشك. تمام؟ اللي هي سي. 88 وقلبنا الصفحه هناخد بي اكسبيرينس. 9 هتبقى سي. اما 90 هتبقى بي. تمام؟ يتحد او يجمع ما بين. 91 هتاخد سي تعريف البول، طبعا حفله الايه؟ الرقص. خلاص يا جماعه هي فورمال اوكيجن. تمام؟ يبقى 91 هتبقى سي. 92 هتبقى الاخيره. البرازيل از فيمس فور، مشهوره بيه. طب لو مشهور في مجال تبقى فيمس ان. لو مشهور في مجال. تمام يا جماعه؟ لو مشهور في مجال 3 الاولى ديت باك تو يعود بتاريخه الى. 4 هتبقى طبعا دي. واحد يقول لك يا مستر دي كونسيدر بيجورا اي ان جي، ايوه بس هنا بيقول لك ايه؟ الكرنفال المشهور ده يعتبر يعتبر اس كونسيدر. اي فعل من افعال بيجورا اي ان جي لو جه مجهول يجي بعده طول مصدر. دي كانت في كتاب المراجعه بتاع الترم الاول. حذاري كتب المراجعه يا جماعه، حذاري، بيبقى فيها قنابل كده. وساعتها خدنا مثال على اس سجستد والحاجات دي. خد بالك يا جماعه ما تعديش ملحوظه. تمام؟ 5 الاولى. تمام؟ طيب هو احنا ليه ما خدناش مثلا في 5 اي واحده من الباقيين؟ لا طب ما خد يعني ليه ما خدناش الاخيره او الثالثه؟ لا دي صفه مركبه وجاي بعدها اسم. ابروتش طريقه. تمام؟ طريقه او اقتراب. 6 بيم ماونتنج از ا ماونتنج بوت، مكان منصهر. تمام كده يا جماعه؟ ماونتنج طبعا هنا بيقول لك ايه؟ للثقافات المختلفه. 7 7 الاولى تيكس بليس يحدث. 8 هتبقى توم ستيك توم. 9 هتبقى ان ان طبعا فيرست لانجوج. 100 هتبقى ويل جيدا ويل بالانسد. بعد كده 101 ديب سيتد متاصل. 2 الاولى استيميتد. 3 بي فيجر. 4 الاولى. 5 الاولى متاصل. 6 هتبقى بي كلير كات. اما 7 هتبقى الاولى برضه. 8 هتبقى فاسينيتد. السياح بيتركوا البلد منبهرين، صفة متأثر. 109 هتبقى سي روح المرح، سنس اوف اومر، روح المرح. تمام؟ 110 بينفيتد فروم، يستفيد من. لو ما فيش فروم يا جماعة يبقى باين. 11 هتبقى سي. 12 الأولى. 13 بي. 14 الأخيرة. اللي هي بي وسي. يحفظ ويحافظ على تنوع الغابات، diversity التنوع البيولوجي. 15 الأولى. 16 بي. 17 بي. 18 الأخيرة. تمام؟ السلوك الكهربائي طبعا اللي بتعزل، وده كان مثال بتاع المذكرة. 19 بي مرن. 20 الأولى تقريبا. 1 الأخيرة. تمام؟ ذا بام تري النخلة. رايزز تو تصل لارتفاع. 22 بي المشاكل بتنشأ. الرايز اللي هي بي. 23 سي الراوس يثير، تثير الغيرة. آخر كلمة دي الغيرة يا جماعة، تثير غيرة إيه؟ جوزها. 4 هتبقى بي ناشونال كاستيومز، الزي الإيه؟ القومي. 25 الأولى عادة. تمام؟ وهي السيدات وهي بتتزوج بتبقى لابسة أبيض. إن وايت، دايما إن مع الملابس يا جماعة. إن مع الملابس بتساوي اللي لابس.
اكتبها كده وبعد كده نتفاهم. هو وير يرتدي، ان زائد ملابس بتساوي هو وير الذي يرتدي، ان مع الملابس بتساوي اللي لابس، وبعد كده نتفاهم. 26 تبقى سين. 3 طبعا بيتكلم 3، خلي بالك يبقى تراي. 27 بي. 8 هتبقى سي، opportunity فرصة. 9 الأولى، تمام، حظ chance طبعا لك. 30 الأخيرة، 1 الأخيرة. 2 هتبقى بي، 3 الأخيرة. 4 طبعا تأثير، كلمة impact influence تأثير، يبقى 4 بي. 5 الأولى، 6 الأخيرة، 7 الأخيرة، 8 الأخيرة اللي هو عكس طبعا كلمة مين، متميز يبقى عكسها usual عادي، هو عايز العكس. 9 هتبقى بي لأنهم لغتين. 40 سي. 1 هتبقى بي. طيب 42 هتبقى الأخيرة. 3 هتبقى بي. طبعا الصفات والمزايا، تمام كده يا شباب، انك انت يكون عندك هوية ايه فريدة من نوعها. 43 تاخد بي سمات. 4 سي. 5 تاخد سي. اما 6 سي. و7 سي ديت باك يعود بتاريخه الى. 8 بي. 9 الاولى محظوظ مرادف فورتشنيت. تمام يا جماعه، خدوا بالكم يا جماعه من كلمات القصه، خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم. والناس اللي بدات معانا اول حصه مراجعه، احنا بدانا نجيب القصه من الاول ونحل عليها بقى، خد بالك. ها الاسبوع اللي فات حددنا شابتر 1 و2، خد بالك يا جماعه. 150 الاخيره ساتسفاكشن الرضا. تمام يا جماعه، بيقول لك السياح بيتركوا البلد منبهرين، يبقى في رضا من كرم ضيافه المصريين. طبعا 181 كان اخرنا الجمله 150، هنسيب الجزء ده لان ما كانش واجب. بعد كده هنطلع صفحه مع بعض، يلا يا شباب، صفحه 191 من تحت. 191 من تحت، تمام كده. طيب 191 بيقول لك ها هي از ا ورلد. طبعا هاخد سي ايه فيمس ليه؟ عشان فيش هناخد اللي فيها الهايفن اللي فيها الشرطه. طب ليه؟ لانه كمل باسم. اللي حضر الحصه فاهم انا بقول ايه. تمام الجمله قلبنا الصفحه 192، الجمله رقم 2 فوق، هناخد الاولى. 3 الاولى اللي فيها الهايفن. 2 هناخد الاولى اللي فيها الهايفن، خد بالك. تمام بعد كده عمر ماي سون از 4 5 اولد. تمام يبقى عندي هنا ايه رقم 4، رقم 4 هناخد بي ويكس. تمام يا جماعه. طيب رقم 4 هناخد ويكس 3 ويكس، لان ما جابش اسم بعد كده ويكس الثانيه، ويكس الثانيه خد بالك. طيب ايه بعد كده بالنسبه بيقول لك ايه الجمله رقم 2 الاولى. تاني يا جماعه 2 الاولى عشان كمل باسم. اما بعد كده رقم 3 عمر ماي سن، عمر ابني. هنا بقى ما حطش، ما جابش الاسم بعديها، يبقى نقول ايه 4 years old، 4 سنين. تمام خلاص اللي هي ايه الاخيره. طيب 4 هناخد الثانيه، 4 هناخد الثانيه. طيب هناخد الثانيه بعد كده بنقول 4 الثانيه. 5 هناخد الاخيره. طب ليه؟ ليه الاخيره؟ علشان 5 هناخد الاخيره لان جاب الابوستروف بعد الاس هنا. اويكس هوليدي، اويكس هوليدي اجازه من اسبوع. تمام يا جماعه، يبقى عندي هنا تاني 4 هتاخد بي لان ما كملش بايه باسم. اما بعد كده اللي بعديها رقم 5 هتبقى اي هاف ها اويكس هوليدي. طب هنا قال يبقى مفرد، يبقى اللي فيها ايه الاس بس ابوستروف، ابوستروف الاس المفرد ابوستروف اس اللي هي جايه سي. خلاص يا جماعه. بعد كده رقم 6 ايجد، هتبقى ايجد. خلاص طيب 6 ايجد معناها عن عمر، بتساوي ات ذا ايج اوف، بتساوي ات ذا ايج اوف 6 الاولى. طب مين سي دي ايجنج؟ دي معناها الشيخوخه، كبر السن. 7 هناخد بي لانه ما كملش باسم. رقم 8 هناخد ايه كمل باسم اللي هو مان. 9 هناخد سي ما كملش باسم. تمام كده يا جماعه خلاص. بعد كده عندي 10 هناخد الاولى. تمام بيقول لك نظرها قصير، شورت سايتد.
يبقى بالنسبة لرقم 9 بي، اما 10 هناخد ايه؟ هناخد ايه؟ طب ليه ايه؟ عشان كمل باسم اللي هي جهة. لا تمام؟ طيب بعد كده 10 الاولى، 11 الاولى، تمام؟ طيب 12، تمام؟ طب هناخد الاولى ليه؟ لان ما فيهاش شرط، ما كملش اسم. 12 كمل بقى يبقى بي. 13 هناخد سي، دولة ناطقة متحدثة speaking، تمام؟ وطبعا دي متكررة هنا، بس احنا هناخد مين؟ خدوا بالكم، يعني هو جايبها مرة متكررة، بس هناخد مين؟ سي، لأن هناخد اللي فيها الشرطة عشان كانترس اسم، هي متكررة بس خد بالك في واحدة فيها شرطة، يبقى هناخد سي. 14 الأولى، 15 بي، تمام؟ 16 الأولى كمل باسم فيها الهايفن، 17 بي، 18 الأخيرة لأن كمل بكار، 19 هتبقى بي، 20 هتبقى سي من غير اسم، واحد الأولى وكمل بالاسم. 22 هناخد طبعا سي، تمام؟ منتشرة متحدث، تمام. طب ليه ما خدناش الأخيرة؟ متحدث بيها عالمية، ما خدناش الأخيرة لأن وجب الاسم قبلها اللي هي الفرنش. 23 الأخيرة، 4 الأخيرة، بعد كده 5 هتبقى سي، برضو ما جابش الاسم. 6 هتبقى دي، رقم مفرد اسم. طيب 7 هناخد الاخيره. طب ليه الاخيره؟ لان الاولى صح والثانيه صح. طب عرفت منين يا مستر الاولى صح؟ رقم مفرد اسم، تمام كده. وممكن اقول 2 اورز ودول جمع، واي جمع بيبقى اسم ابوستروف، تمام يا جماعه. اما ينفعش التالت، ما ينفعش تو اور درايف من غير هايفن، خد بالك. يبقى 7 الاخيره، 8 الاولى، 9 بي، 30 سي. طيب 31 الاولى، قلنا ان طبعا لو الفيرب يشتغل زيه زي ادجكتيف لازم استخدم مين؟ لازم استخدم الهايفن. طب هنا عايزينه فيرب يبقى من غير هايفن، يبقى الاولى، خد بالك، يبقى الاولى فيرب اللي تحتيها بهايفن لانها جايه صفه للسوفت وير. اللي حضر الحصه فاهم انا بقول ايه. 3 الاخيره، 4 الاخيره. طيب 1 اي ورك، انا اشتغلت ساتش لونج، ساتش لونج بس لان لونج جاي بعديها اسم جمع اورز. 2 سو، سو صفه ذات. 3 الاولى اجود تنس عشان طبعا ساتش. 4 بلاي فعل، والفعل عايز حال يبقى سي. 5 الاخيره تول إناف، تول مصدر لأن إناف يأتي قبلها الصفة. 6 سي نوت أولد إناف. 7 سو، سو سترونج. 8 لو بدأنا بسو نجيب بعدها صيغة سؤال، سو كويكلي نجيب بعدها انفيرجن يبقى ديد اللي هي سي. 9 الأخيرة إناف. 10 هارد إناف، تمام. هنا بيقول لك إيه بقى؟ مش بيشتغل بجدية، ما ينفعش اقول اناف هارد لان الصفه والحال بيجوا قبل اناف. 11 تبقى الاولى ساتش باد. 12 تبقى تو هيفي عشان فور اس تو المصدر. 13 سو، سو كويكلي، تمام، فور اس سريعا جدا بالنسبه لنا، تمام. طيب هو ليه ما خدناش ساتش؟ ساتش بتبقى عايزه اسم، ما اسم موصوف. طب اناف بيجي الحال قبليها. 14 ساتش، ما ينفعش اقول ساتش عشان بيبو الجمع. 15 الاولى، 16 بي، شاي خجول بطبيعته، وخدنا كلمه اشيمد، اشيمد خجول من خطا ارتكبه، والاثنين جم في القصه، خلاص والاثنين جم في القصه. 17 سين هم كانوا قريبين، سي كلوز تو قريب من. 18 الأخيرة، 19 إيه وسي صح. طب إيه عشان قاعدة ساتش اسم موصوف. طب سي سو صفة أو أن اسم، قلنا إن سو صفة أو أن اسم، تو صفة أو أن اسم، إز صفة أو أن اسم. 19 الأخيرة، 20 بي، 1 الأولى، 2 هتبقى الأخيرة، تمام. 2 الأخيرة، طب ليه الأخيرة بي وسي صح؟ الأولى غلط لأن قال تو صفة ذات، هي تو صفة تو المصدر. 23 هتبقى
ها هتبقى الاخيره. بيقول ايهم غلط؟ الاخيره طبعا، عشان جاب تو صفه تو اس، هي المفروض فور اس، تو صفه فور مفعول تو المصدر، عشان كده الاخيره هي الغلط. اربعه هناخد بي، خمسه هناخد سو، سته هناخد ماتش، سبعه انف، ثمانيه الاخيره، تسعه تو ديرتي. طبعا ذا ساين العلامه اللي جنب البحيره بتقول ان الميه نقط، تو ديرتي تو درينك، اما سو ما ينفعش اكمل بتو. 30 الاخيره، واحد سو مشهور لدرجه ان، تمام ما ينفعش ساتش تيجي مع الصفه بس. 32 بي، 3 بي، 34 فور مي تو وير، القبعه ما كانتش كبيره بدرجه كافيه لكي ارتديها. 5 الاولى، وليه جبنا حال؟ عشان ران فعل. 5 الاولى، 6 بي، 7 هتبقى الاخيره، ات از ساتش ان، اسم موصوف وما خدش، ما خدناش ساتش بس طبعا. 8 تو، تو هوت تو بلاي. حبايبي كان اخرنا صفحه 195 في الواجب، انتهى الواجب بالله عليك بعد يعني بعد ما يخلص الفيديو، ورقه وقلم وراجع كل الملاحظات وشد حيلك، والحته اللي تحس انك عايز تسمعها تاني وقف واسمعها تاني بسيطه، لما تبقى جاي الحصه تقيل كده ومخلص اللي عليك فعلا تبقى كده ايه مش محتاج بعد كده تراجع تاني في وقت طويل. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، نتقابل الاسبوع القادم في واجب جديد لحصه جديده، وان شاء الله تكون معلوماته مفيده. شد حيلكم بالتوفيق ان شاء الله، شغالين على كتاب المراجعه، بس اهم حاجه النفس الطويل ان شاء الله، وتمنياتي بالتوفيق للجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.